انظروا إلى ما كان سابقاً كيف ينظر إلى المؤسسة العسكرية وهي عز البلد ورفعته وأمنه واستقراره، واستطاع جيشنا في معركته مع الإرهاب ومع داعش أن يعيد إلى أذهاننا هذه الحقيقة التي كنا نتوق لمشاهدتها ولرؤيتها بعد أن عصفت بنا سنوات من النزاع الطائفي. للأسف وجدنا بعض الممارسات التي صدرت من هنا وهناك أرادت أن تنأى بالمؤسسة العسكرية عن وظيفتها الأساسية التي رسمها الدستور.